اهلا مرحبا تحيه لكم الناس الكل، مرحبا بمتابعينا في كل مكان. لقيت هذا ديما نحاولوا نحكيوا على الحاجات الباهيه، نحكيوا على الناس اللي تقدم الحلول، الناس اللي تحب تبني وتغير من الواقع. ضياء الدين الشلي كما كنا راح حد صباح النور. صباح النور صفا، الحمد لله الامور طيبه. مازلت شد صحيحه في الخدمه خويا؟ ايفيدامون اي شيء. مازلت ما تعبتش عامل بانكيف ليه؟ علاش باش نتعب ليه أيه؟ كل جمعه تزيد نكبش راهو. اي باه مرحبا، سورتو تبحث لنا كل جمعه وانه جيب لنا موضوع جديد. اليوم باش نحكيو على موضوع مهم جدا اللي هو التعليم عن بعد، وباش نحكيو في فولي زادة، فولي اللي هو تقريبا يمثل عقدة كبيرة ممكن الجينيراسيون تاعنا، اللي انا جينيراسيون اللي بعدي انا مثلا، اللي هي ما عنديش مشكله كبيره. هوني نحكيو على اللغه الانجليزيه بيان ايفيدامون، هكا ولا لا؟ ايفيدامون اون فيت جوست باش جو في ريكتيفيي كلك شوز، معناها راهو لي جينيراسيون الكل عندهم البروبليم هذا، حتى جينيراسيون تاع تويك ما ماناش قويين برشا ان انجلي، مش لونجلي نتاع لي سيري كل شيء سي سوبرفيسيال، سي با لونجلي ليتيرير معناها. كان حيو ساعة مسيو ذياب الطيفة اللي هو لو ماناجير و لو ديريكتور جينيرال نتاع وول ستريت انجلش تونيزيا. مرحبا بك سيدي، صباح النور. شكرا صباح الفل يا خويا، ميرسي على الاستضافة. ان شاء الله نحكيو على الامبورتونس نتاع لونجلي كلونج، لو سيستيم و لا استراتيجي اللي تابعو فيها انتوما في السوسيتي نتاعكم. برشا دي بوان اون فوا لي ايفوكي. اول حاجة باش نبداو بها اللي هي معناها لو باركور افون لونيفرسيتي، الممهدات اللي بنات شخصية مسيو ذياب الطيفة l'investisseur ou le directeur général en général. عايشك عايشك، ميرسي بارك الله فيكم. شكرا بك سيدي. ذياب الطيفة مواطن تونسي 46 سنة، قريت في تونس، قريت وبالتحديد البريمير متاعي قريت في رادس مدرسة نهج المغرب. فوالا دونك سنين هذوما، سنين هذومك، وبعد سنين الهيلين هذومك متاع ليكول بريمير، كان الواحد ديما كي يتفكرهم يتفكر الصحاب، يتفكر المعلمين، ونتفكر توا جاني على مخي ونترحم عليه المدير متاع المكتب متاعنا وقتها سيدي علي حرزله الله يرحمه، هو والمعلمين اللي كانوا واقفين على المكتب هذاك. يا سيدي مرحبا بك، نورتنا بحضورك. مهم جدا ديما جي اي ضيف يكون عنا اللي هو في مسيرة وفي مسار النجاح انه نذكره شويه بالتكوين نتاعه. و هل كيف كنت صغير كانت عندك حلمه وانه تكون الشخصيه اللي انت اليوم عليها الانفستيسور في التعليم عن بعد في الانجليزيه، ولا كانت عندك اهداف واحلام اخرى؟ شوف شبونس صعيب ياسر انه واحد يقول اللي كي هو عمره 6 سنين كيفاش باش يعمل في 20 في 30 في 50، سورتو اليوم قاعدين توا نحكيو في 2021 هاكم شفتوا الا سوفي كو جايحة كيما البانديمي متاع الكورونا صار ريزيت كازيمون في كل شيء. اللي كان عامل برامج، اللي كان عامل مشاريع، فما شركات كانت واقفة على ساقيها اليوم ما عادش موجودة، فما شركات تقسمت على 2، فما شركات كانت مش موجودة اليوم بالبانديمي ولات موجودة. دونك اليوم جو بونس كو يفوا افوار لوميليتي، يلزم الواحد يكون عنده التواضع انه يبني كل يوم، ديما يحاول يحسن، لكن توتي غولاتيف، ما فما حتى ني لو سوكسي اتيرنيل معناها وليشيك نون بلو. دونك الواحد يلزمو اليوم اون ايفولوسيون بيربيتويل يتعلم كل يوم ويحاول يحسن. واضح، ربي يوفقك. باركورك دونك من رادس بديت في الابتدائي الثانوي ثم مشيت الى الجامعي، شنو عملت الباركور نتاعك في الجامعه سيدي العزيز؟ الوغ جوست قبله مش كله في رادس، خاطر في رادس قريت لا بارتي بريمير، وبعد في السكوندير اكتشفت تونس العاصمه ليسي بورقيبه. دونك سي لا بالنسبه لي انا المرحله المهمه نتاع اللي اذا نرجع للسؤال نتاع قبيله اللي تكون شويه الشخصيه. ليسي بورقيبه في السنين هذومك في السنين الاولى 7 سنين نتاع الليسي هما بالنسبه لي انا من اهم المحطات، على خاطر غاديكا في الكونسيبسيون انيسيال نتاع الليسي بيلوت في وقتها سيتي مجموعة من تلامذة ولاد وبنات من الولايات الكل.
وقت البيات مازال في اول السنوات اكزاكتومون سيتي انا جيت فازي بارتي دو لا 4ايام بروموسيون اي يافي عباد من بنزرت من جندوبه من سيدي بوزيد من طاطا اي سا لو ميلتينغ بوت نتاع الولايات الكل هذاك اللي خلى ليكسبيريونس هذيك ميموغابل بارك سا كان سي تري سيليكتيف معناها كانوا لا سيليكسيون نتاع لا سيليكسيون حاجه مي جو بونس هما اللي يمشيو يعملوا بي هذيك صح لا سيليكسيون حاجه مي جو بونس كو سو كون في معناها اون بلوس دو لا سيليكسيون هي كالعلاقات اللي ما بين العباد لو باركور اكاديميك سي فري كانوا عندنا اداره اليبوك نذكرها بالخير مدام بولحيه اليبوك سيتي اون ايكيب هايله برشا وسورتو خلاونا نتعلموا ونخلطوا ونكتشفوا العالم حتى لين حتى لي زاني دو باك نتصور توت لا جينيراسيون دي ساكسيس ستوري نتصور لا جينيراسيون تاع ساكسيس ستوري جو بونس كلمه كبيره برشا كارير باهيه معناها كل نرجع ديما نقول النجاحات توتي غولاتيف وكل شيء لكن فما بوكو دو بيرسون كيون اتان لوغز اوبجيكتيف كل واحد كيفاش فوالا بارفي بيه برشا المهم جدا هذايا انه تعرف مليح انه الجامعه اللي هي كسرت برشا حواجز خاصه انك العقد نتاع الجهويه تغير وبالعكس انه خلات تونس اللي تعرف بعضها اكثر وتبعد وتحلم الغدوه الحي بعد اللي عملت باك مات اي احنا حطيتي باكمات باكمات حطينا باكمات اي احنا حطيتي زاد باكمات اي نشوف كلنا لا باكليتر هذيك اربع على واحد باكليتر ميسالش مرحبا دونك عملت باكمات اي ابري شنو alors بعد j'ai eu la chance de faire des études d'ingénieur donc في الانسا دو تولوز donc l'institut national des sciences appliquées de toulouse donc un certain nombre d'années في تسمى la ville des roses والقرايه اللي قريتها c'était génie informatique et industriel donc à la base je suis ingénieur en informatique et industriel. Vous avez dit qu'il y a un passage à Paris, il y a un master. Absolument. Bad l'école d'ingénieur, j'ai eu la chance de faire un master en alternance à HEC Belize. Ma première expérience, j'ai fait le cabinet, c'est mon mazar. Et j'ai eu la chance de faire un master en alternance à HEC Belize. Parfait. Voilà. Super. Donc, super. Le parcours, on va dire un double diplôme, ma bien école d'ingénieur et école de commerce. Voilà. En fait, انا ce que je remarque mais le parcours نتاعك comme c'est dit à part معناها توش نحكيوا على البلايص مشيت لهم professionnellement معناها وين خدمت professionnellement باش نلقاو اللي فما une évolution progressive معناها في les choix نتاعك تعديت برشا des opportunités معناها عملت خدمت في وريد وان certain moment عملت une expérience في initial Qtunisian c'est un incubateur c'est le premier incubateur في تونس tu as lancé une start-up Top Skills et jusqu'à arriver à Wall Street man. Est-ce que تجم تحكي لنا اللي على اهميه انه انسان يتعدى palier par palier progressivement pour معناها décrocher un poste de معناها de valeur. Je pense que c'est vrai, j'ai eu la chance et l'opportunité de faire plusieurs passages, quasiment le colom qui n'était pas de film, c'est des passages de 3-4 ans avec Colblas. C'est là où قبل يقولون on valide un passage في شركة بعد 3-4 سنين d'accord donc on embrasse les facettes d'un métier منو نتعلمو منو نعطيو généralement c'est ce délai là l'expérience l'année est مهمة برشا l'expérience à la sortie de l'école مهمة برشا parce que elle façonne le parcours professionnel ou elle façonne le كيما قلتها انت قبيلة الشخصية professionnelle d'accord انا j'ai eu la chance d'être في cabinet un cabinet généraliste اللي هو مزار اي غيرار في بيريز اي جيتي ا لا فوا انتر لو كوميرسيال اي لي سيستيم دانفورماسيون دونك سا ما بيرمي دو فوار بليزيور سوسيتي في برشا اوقات اي سورتو نتعلم ونشوف بوكو دو كونتكست من لي استراتيجي من لي ابليكاسيون من ريلاسيون كليون من الفونت الماركتينغ اللي هي كل ثلاثة سنين الاولانيين خلوني بعد نتوجه نعرف نولي نفهم اكثر انا وين نحب نمشي على خاطرني j'ai découvert des domaines habitants et puis عرفت اللي انا وين النجم نخدم وين ما نجمش نخدم خاطر القرايه حاجه الاستاج حاجه اخرى وبعد وين الواحد ينجم ينتج
حاجة أخرى. Donc la première expérience معناها elle était très importante. Elle est primordiale dans les choix معناها suivant. هذا مهم الكلام اللي نقولوه احنا علاش ساعات احنا نستدعوا صحيح باش تعرفوا على المشروع وغيره ولكن زاد راهو قبل المشروع ديما فما شخصية فما تكوين كامل اللي يبدأ منذ الناشئة علاش لازمكم تفهموا أنه لازمش نحققوا المراحل في حياتنا لازم نتعداو ستيب باي ستيب بشوية بشوية إلى غدوة الحي أنه باش تنجم تكون أنت إن شاء الله مضي ويكون قصة نجاح نجمو تكون أنت سورس متاع استلهام لعديد الشباب اللي جايين بعدك. طيب خلينا ندخلوا توا للباركور بروفيسيونيل وندخلوا لموضوعنا وجزءنا الثاني ذي بطبيعة الحال باش نحكيوا على وول ستريت انجلش وباش نحكيوا زادة على أهمية التعليم عن بعد في المرحلة الحالية اليوم. تفضل لي. أول حاجة وول ستريت انجلش معناها est-ce que l'ism il est inspiré معناها وول ستريت parce que vous êtes dédié plus le côté business et tout معناها الا c'est juste c'est pas معناها fondé sur حاجه logique معناها الاسم l'inspiration تاع الاسم c'est une bonne question انا قبل ما نجاوب على السؤال هذا باش نجاوب كيفاش خلطنا الكرياسيون تاع وول ستريت انجلش تونس الفكره سي كو كما قلت قبيليك ذي في التقديم تاعك انا جي في ان باساج في انطلاق انطلاق لي لا بارتي انكوباسيون داكور معرفتش منطقة الاسم بالغلط انطلاق دونك لا بارتي انكوباسيون سي لا او جي اتخابي اون فا دير لو فيروس دو لونتربرونيا سي لا او كل يوم صغار كبار مشاريع جدد منهم داير نحييهم ضيوف كانوا عندكم كيما كريم الجويني كلهم تعديوا كريم الجويني في زي بارتي من الاكسبانسيا وي نحييه ونحيي لي ستارت ابور الكل اليوم دونك سي لا او جي اتخابي لو فيروس دو لونتربرونيا لاكس الثاني قبل اللي هو سي كو انا كل واحد ولي كومبيتونس نتاعو كل واحد كيفاش يرى روحو انا جي شوازي بلوتو l'entrepreneuriat dans le secteur de la franchise. Il y a des malumes au clair. Entreprendre dans le secteur de la franchise, ce type d'entrepreneuriat, il est sama l'entrepreneuriat réfléchi. Je m'en ai, insane. Il chauffe des concepts mangoudine. Il y a une étude de marché. Le blase, il y a aussi lancé le projet. Où il dit, voilà, il y a une problématique là. Il y a un marché. Et quelle est la meilleure marque اللي تنجم elle répond le besoin avec et c'est là une marge de sécurité ou alors allez je m'en ai il opte pour une franchise manière plus que nous il lance manière je pense que انا جاوبت في البدايه كي قلت c'est l'entrepreneuriat réfléchi je m'en ai manière immédiatement نجاوب على une problématique au lieu de réinventer la roue existe déjà هات ناخذ une roue et on essaie avec un peu d'efficacité opérationnelle la mettre et offrir une expérience premium très rapidement. Donc l'entrepreneuriat dans la franchise, c'est un secteur très développé في بلدان كيما امريكا ولا في اوروبا وكل في تونس موجودين لي فرانشيز ونجم من البلاصه هذه نحيي دي فرانشيز كيما ريماكس كيما سينيراما فما دي مارك انترناسيونال مي فما اوسي دي مارك توينس دونك لو سيكتور دو لا فرانشيز سي ان سيكتور كي ايفولو اي كي دو انكور بلوس ايفولو خاطر سا بيرمي دو ستركتوري بوكو دو سيكتور ايكونوميك اي سا بيرمي دو رامني ايميدياتمون des connaissances et des méthodes de travail effectivement la franchise tu تعرف كل بلاد وكيفاش كل بلد ورتالك نقولوا بالتونسي تصير adaptation على الموديل نتاع كل بلاد مثلا كيما في تونس معناها وول ستريت انجلش هي نفسها مثلا في تونس ولا كيف هي كيف بلايص اخرين والا تلقى حاجه متونسه فيها يعطيك الصحه je pense la réponse تاع السؤال هذا سهله برشا وول ستريت انجلش موجوده في العالم من 1972 وفي تونس depuis 2017 دونك موجوده في اكثر من 30 بلاد اليوم نكونوا كل بلاد كما قلت انت كل بلاد ورطالها كل بلاد ولي سبيسيفيسيتي نتاعها لكن لو كور دو لاكتيفيتي دو وول ستريت il est le même fondamental احنا لو ميتي نتاعنا اليوم في من 1972 سي لا فورماسيون اون لانغ انغليز دي زادولت
اللي عمرهم اكثر من 17 ans. دونك بلوس دون لو موند بروفيسيونيل ولا شنو هما لي فولي اللي تخدموا عليهم لي فورماسيون وعلاش 17 سنه زاد ابسوليومون يعطيك صح. الوغ لي فولي احنا نخدموا علاش 17 سنه باسكو هذا سؤال سهل ياسر. لو مارشي نتاع اللي اقل من 17 سنه معناها لي كيدز ولي تينز سي ان مارشي ابار سي ان سيغمون ابار دي بيزوين ابار و ادريساج ابار داكوردو. دونك هذه حاجه لا وول ستريت انجلش من 1972 سي سبيسياليزي في لي ادولت كيل سوا بارتيكولي ولا انتربريز. اليوم في وول ستريت اون فورم دي ستوديون اللي عمرهم 17 18 ولا عندهم باش ياخذوا اون ميتريز ولا اون ايكول دانجينيور ولا لور بروميير اكسبيريونس. اون فورم اوسي لو بارتيكولي قاعد يخدم في الدار ولا اي حاجه ولا عنده مشاريع خاصه بيرسونيل ولا بريفي دو فواياج ولا يحب جوست يفهم بالانجليز الافلام على نتفليكس ولا دي بيزوان. وفما اوسي اون فورم اوسي دي ديريجون دي كادر دي ماناجور في الشركات. اليوم عندنا دي شركات من بنزرت التطاوين اليوم يطلبوا حاجه تري سبيسيفيك معناها. اليوم الحاجه الباهيه في ميثود وول ستريت انجلش سي كو لونغلي اللي احنا لي سوليوشن داكومبانيمون اون لونغ انجليز كون اوفر سون بيرسوناليزي سي دي وان تو وان معناها اون ا با دو جروب اكلي اي جي و15 مع بعضكم ولا هات نستناو نلموا 15 عندهم لو ميم نيفو باش نعملوا اون سيسيون. لا في وول ستريت انجلش عندك مشكله من اليوم العشيه نبداو نحلوها من اليوم العشية تدخل الباركور. باش شوف انا ما يخفيكش معناتها انا عندي نقول ما عنديش مشكله هذا يقول عندي هانديكاب في الانجليزيه معناها كيما برشا وهذا في حد ذاته اللي تعرف تو الانجليز كيما باسبور معناها باسبور نتاعك نجم تقدم في اي ميتيي وانت ما عندكش لي لانغ هذاك. كيفاش نجموا تعملوا مثلا تعملوا تاديليو من الاول تشخصوني انا تقولوا تشوفوا شنو تشوفوا لي زوبجيكتيف نتاعي مثلا شنو وتعمل لي برنامج خاص بيا كيفاش تعملوا بالضبط؟ جو بونس جاوبت دو مانيير لوجيك على المراحل اللي نعملوه. اللي يجي بحذانا اليوم يا اما يجي بحذانا يا اما اونلاين يا اما يجي بحذانا نو زافون اوجوردي لا بوسيبيليتي دو ريسيفوار لي ستوديون ou les personnes في 4 centres اللي هما نذكر بهم في اللاك 1 في المنزه 6 في مقرين وفي الغزاله والا اون لين. هذاك علاش اليوم عنا من الولايات الكل عباد تقرا معنا. دونك المرحله الاولى سي كو اون 30 45 مينوت نسمعوك شنو هو الماضي نتاعك نتاع مع الانجليزيه كيفاش قريت شنو هما مشاكلك نسمعوا اهدافك وين تحب توصل وبعد نعملوا سكون ابل ان بليسمنت تيست. ان بليسمنت تيست سي ان تيست دو نيفو c'est le même test اللي il vous évalue 360 degrés يعني vocabulaire grammaire prononciation كل شيء يعمل لك كيما نقولوا احنا البي 3 نتاعك في الانجليزي. اون فوا عرفنا هذاك نقطه البدايه وحكينا معاك على الاهداف باش نقولوا انت هنا موجود خلينا ناخذ ليكزامبل انت موجود هنا في نابل تحب تمشي برونو ان اكزامبل لصفاقس فوالا هذا الكيس نتاعك et là on met route. Un parcours personnalisé une feuille de route فيها حسب لي ديسپونيبيليتي نتاعك نجم يكون فيها ساعتين قرايه نجم يكون فيها اربع سوايع نجم يكون 10 فما شكون يقرا 15 ساعه في الجمعه كل واحد والاهداف نتاعو وكل واحد والسرعه اللي حب يخلط بها الاهداف نتاعو وشنو الكاباسيتي نتاعو دابرونتيساج. احنا في اللي كا هذا الكل لا سول شوز اللي احنا عندنا مهمه برشا في وول ستريت c'est la garantie de la méthode اللي باش نخلطوك بها الهدف نتاعك في وول ستريت انجلش. ce n'est pas une méthode كيما لي ميثود الاخرين كل mais la méthode Wall Street c'est la seule méthode qui vous garantit l'arrivée l'objectif نتاعك. super. est-ce que معناها vous garantissez par exemple des cours accélérés مثال عبد مثال باش يعمل يحب يدبر une opportunité à l'étranger اللي جاي في دي ديلي قراب معناها ولا يحب يعمل un entretien d'embauche donc حاجته بإن سوليوشن اللي تكون فيسا فيسا pour atteindre un certain niveau اللي يجب مثالك بيها نتخطيها ولا حاجة مسكو عندكم دي فورمول دو كور اكسيليري في الحاجة هذه اللي قلتو سي on garantit pas la méthode احنا on garantit le résultat c'est totalement différent احنا on garantit le résultat انت اذا ما قريتش انجلي ما قريتش انجلي بالكل وعندك entretien en anglais fin janvier يظهر لي فقط مخر برش
ما تجيش مش بالقماع هي دونك فما دي ديلي ريزونابل يعطيك صح فما دي ديلي ريزونابل وفما اون ميثود وفما ان كونساي بيداغوجيك يعني ورا وول ستريت انجلش باش نرجع لك الكلمه ورا وول ستريت انجلش على باس فما كانت تفكر لو جروب بيرسون بيرسون جروب اللي كانت تذكر وقت اللي قرينا قبل انجلش فور مودرن لايف هاك الكتب نتاع الانجلي اللي قرينا بهم قبل دونك فما دو لا بيداغوجي اليوم يا دو لاي تي يا دو سوفتوير يا دو لانتيليجونس ارتيفيسيال في الميثود نتاعنا مي على باز يا دو لا بيداغوجي عملوا زاد نتفكروا دي سيري وعملوا حتى دي سكتش عملوا دي سكتش معناتها اللي نفكرها الور اليوم اليوم احنا لا ميثود نتاعنا على باز سي تري لوديك سي با اون ميثود كلاسيك كي تاع الانتيليجونس ارتيفيسيال دونك كل معناها اكس تدخل وين تدخل الانتيليجونس ارتيفيسيال ان تصلح اليوم في الباركور دابرونتيساج تصلح في لي زيكزيرسيس دو برونونسياسيون نسمعك ونعاود نعطيك حتى لين تتصلح البرونونسياسيون نتاعك لي زيكزيرسيس لوردر دو بروفيل زيد ابسولومون في لنا في عارفين النيفو نتاعك انت وين دونك اليوم لا ميثود نتاعنا فيها بوكو دو ديجيتال مي فيها سورتو بوكو دو بريزونسييل قد ما انت تقدر معناها لي كوتش نتاعنا اليوم سون ديسپونيبل 24/24 7/7 يعني القرايه نتاعك اليوم 7/7 هذا هو لي جون اوكوبي اليوم اللي ما ينجمش يمشي لبلاصه باش يقرا ولا يخدم 10 سوايع في النهار لا بلاتفورم نتاعنا محلوله 24 على 24 وخاصه فيها نقطه مهمه انت تختار وقتاش تقرا مع البروف نتاعك هذه هي القوه لا فليكسيبيليتي اللي يعني اليوم احنا اليوم نهار الاحد انت من توا vous pouvez réserver votre cours احنا اليوم 10 من اليوم نجم تختار الكور نتاعك نتاع 23 جانفي والا 24 جانفي من 9 نتاع الصباح ل 9 نتاع الليل من توا من اللحظه هذه vous choisissez votre cours على خاطر تعرف روحك اللي النهارين هذوك انت فاضي دونك باش vous allez vous libérer alors vous allez vous libérer soit pour vous déplacer à un centre كيما اليوم احنا هنا من نابل مقرين تاع 40 minutes والا vous réservez votre cours en ligne جمعتين à l'avance هذه قوة الكونسيبت بيان سور سوبر هذا مهم جدا خاصة في الوقت الوقت اللي هو اليوم توا الناس اللي قاعدة تخدم ولا المشاغل نتاع الحياة ما يخليكش تنجم تكون ينجم تلقى عندها برشا وقت اما هوني فما سؤال ما سبتنيش عليه 17 سنة علاش الاختيار نتاع 17 سنة باش تبدا باش ينجم يكون معاك انا جاوبت قلت اللي لا ميثود نتاع الصغار ولا ميثود نتاع لي تينز لي زادوليسون سي دي ميثود ديفيرونت مش يعني تبدلت شويه حتى العمار و معناتها تنجم تلقاها 15 سنه و14 سنه لانها تبدلت اليوم يا دي مارك يا دي مارك يا دي سوسيتي سبيسياليزي في الامور هذيك كيما تقول انت معناها فما كراهب فما حوايج سبيسياليزي ان سيغمون بيان سي ان شوا احنا اليوم لو شوا نتاع وول ستيتينغ سي دو سبيسياليزي دون سو سبيسياليزي دون لو مارشي دي زادولت اي دو لو فير دو مانيير ما تراش لو سي دو فوتر رول معناها انكم فوز ابورتي ولا فو كومبونسي لابسونس ولا لا ديفايونس نتاع سيستيم سكولير بالنسبه للتلامذه نتاع المكتب نتاع الكوليج اللي بالحق معناها قاعدين اي الغالير تو ويك ناس فما ناس تحطمت في الانجلي ناس عندها دي بيت نوار من الانجلي جوست خاطر اي نافي با ان بروفيسور معناها aussi compétent ولا ما نصرت له مشاكل في الانجليزيه كل شيء يقول لك انا شو كابي تو اعاقه معناها بالحق اعاقه اللغه اعاقه تو لا لا اليوم اللغه جو بونس كو احنا بلوتو عملنا دي زونكيت يا كلكو موا خلينا نقولوا افريج از نوت انف اليوم العباد الكل عندنا كيما في تونس نرجع ديما نستعمل لا ميم اكسبرسيون اللي عنده 9 10 11 ثقافه التسليك يعني نسلكها في انتروتيان نسلكها في سلك الوحلين فوالا داكور دونك اليوم هذايا سوني بلو بيرمي الور احنا في وول ستريت انجلش اون با لا بريتونسيون دو ريزودر لي بروبليم دونغلي تاع 12 مليون تونسي مي باغ كونتر اون بو ريزودر لي بروبليم دونغلي تاع لي 17 ans اي بلوس هذا فرق كبير ياسر دونك ما نجموش سي با بوسيبل دونك اليوم احنا ديجا احنا كي خلطنا ال 17 سنه اي جي لا غارونتي احنا عندنا في وول ستريت انجلش 20 نيفو من 1 حتى ل 20 داكور من واحد حتى العشرين خلينا احنا نقولوا نيفوك واحد اثنين ثلاثة اربعة خلينا نقولوا خمسة احنا في وول ستريت انجلش ان دو موا فوز افي لا سيرتيتود دو بروغريسي دان نيفو هذا
كافي لارجومون سوفيزون. يعني في عويم في عويم في وول ستريت انجلش اذا نيفوك 5 6 تلقى روحك في ناس 13 كيفي كبريمير ايتاب كبريمير ايتاب وليت تتفرج في فيلم مرتاح نجم تكتب ميل نتاعك مرتاح نجم تقرا ميل نتاعك مرتاح وول ستريت انجلش تعطيك الفيزا تعطيك الفيزا اللي انت تولي سيتويان دو موند ساي بالانجلي غير الفيزا تاع سيتويان دو موند بون فما كريديبيليتي تاع سيرتيفيكاسيون ابسولومون انتما وين تبلاسيو روحكم سور سيت ايشيل دو كريديبيليتي دو سيرتيفيكاسيون الور لو وول ستريت انجلش يوتيليز لو جلوبال سكيل اوف انجلش سي لو روبير global scale of English, il suffit de faire Google. Donc c'est un repère واضح. D'accord, في 20 niveaux. D'accord, au كل niveau, les femmes ont beaucoup de repères في العالم. D'accord, ou femmes ont beaucoup de certifications. كل niveau, احنا في Google فيه كل شيء. يقول لك le niveau 10 في Wall Street English, c'est l'équivalent تاعو على اليمين وعلى اليسار. Donc l'humour منظمة. Donc depuis 1972, c'est le même repère اللي خلى الغارانتي هذا يتعطى خلى لي بارتيكولي اي لي زونتربريز اليوم نيزيت بلو ا سانسكريغ على خاطر سي لا سول ميثود اللي ال غارونتي لو ريزولتا بيان سور هذا تو نراو برشا دي سوسيتي وبرشا دي بوات دو فورماسيون اليوم دي زارناكور سامحنا في الكلمه اذا كنت تكون اكزاجيري معناها سامحنا في الكلمه هي واقع هذا فما دي زارنا فما تحايل كبير فما قاعد تحايل كبير باسم باسم اغريمون باسم مدري شنو يا ولادي ردوا بالكم اللي يسمعوا فينا اعرفوا وين تحطوا ساقيكم عملوا بحث صغير راه ما تخسر حتى شيء وقت اللي تدخل على جوجل الحاج جوجل قول له اعطيني الاسم الفلاني حتى الحاج جوجل يعطيك الدنيا الكل معناتها راهو فما هذاك راهو فما تكوين وراهو يقعد يتبع فيك عمرك الكل تفضل ديا جوست ان بوين تري امبورطون مسيو ديا راه انه هو الناس اللي يعملوا دي ماستر دو ريشيرش دونك هما يسون افرونتي ولا يسون يفون ابوردي دي ارتيكل ان انجلي ولا انجلي ولا لغه الاولى سورتو في الكوتي سيانتيفيك اي ريشيرش دونك است كو فوز اكوردي دو لامبورطونس ولا عندكم un service ou la volée il est un label de catégorie d'une telle label côté recherche approfondie man absolument les termes ils sont plus expressifs des termes qui sont plus spécifiques le domaine moyen absolument on a des consultants spécialisés fait l'équipe qui sont spécialisés fait segment étudiant et les profs universitaires et les chercheurs donc هذوما عندهم استقبال خاص خاطر عندنا déjà de plusieurs personnes aujourd'hui qui nous font confiance donc c'est un groupe de personnes qu'on connaît très bien donc اليوم يتصلوا بينا On a les solutions. Hadrin. Hadrin. خاطر هنا معناها نتصور اللي لازم فيها لو كوتي تكنيك اي لو كوتي ميتريس دو لا لانغ معناها ابسولومون خاطر هما زاد في حد ذاته ما نعرفش وهذا كان باش يكون سؤالي ونربطه مع كلامك صديقي ذيا بخصوص الاختصاصات اللي تنجم تجيكم باش تعاملوا معها اكيد وانو انتم باش تمو تعملوا تقييم ولكن زاد ما نتصورش عندكم كل شيء موجود تجبدوا من الريبيرتوار وتحطوا معناها انتم زاد نتصور انتم تقوموا بدي ريشيرش قبل ما تعملوا تقدموا سيرفيس هذايا نتصور ابسولومون ابسولومون شوف احنا عندنا دي ريشيرش على طول معناها اليوم دي جون كي انتيسيب موجودين على طول او نيفو جروب وول ستريت انترناسيونال سي تري سامبل نعطيك اكزامبل احنا نرجع نشوف لو ليان افيك الكورونا احنا قبل الكورونا دونك فيفري من 2017 حتى الفيفري كنا ما نجمو نقريو الا في لي سونتر نتاعنا دونك لي ستوديون ايتي اوبليجي دو فيني رونكونتري لي بروف في لي سونتر نتاعنا في اللاك في المنزاسيس في الغزال ان 3 جور اللي صار فيهم اللوك داون وقلنا لي تون كل شيء باش يتسكر وكل شيء اون ا باسكولي تو لو با معناها تو لي ستوديون نتاعنا او بو دو 3 جور اون توس باسكولي 100% اون ليني والتواصل نتاع القرايه قعد هو بيدو 72 هذا يوري اللي فما عباد خدمة قبل باش تكون معناها دان بوان دو فيسيباسيون باش تلقى روحها حاضر فما انفراستركتور وفما ابسولومون نرجع لسؤالك اليوم الحاجة المهمة سي كو انديبوندامون دي ميتيي كي اكزيست دي ديفيرون بوزوان جو بونس كي يا دو كاتيجوري كبار نتاع انجليز فما لونجلي جينيرال وفما لونجلي بيزنس دو فامي كبار. الانسبيراسيون نتاع التيتر نتاع
l'intitulé تاع Wall Street. ايوه est-ce que c'est lié au business ولا c'est لا je pense que Wall Street c'est un nom de brand, معناها c'est un brand. D'accord. Donc ça n'a pas de connotation financière plus que ça. D'accord. Mais Wall Street English ونزيدوها تونس على خاطر كيما قبيليك نحكي و il y a du contenu motaunas dans certains sujets, dans certains ce qu'on appelle les activités parascolaires, para-académiques. Donc Mohamed Bis. Donc là j'ai un coup. Business est particulier. Femme général. Général. Et business. L'ium l'anglais général. هو بيدو في البلدان الكل. نستعملوه كي بش نتفرجوا في الأفلام, كي بش نسمعوا الأخبار, كي بش نقرأوا كتب, كي نسافروا. Donc هذا l'anglais général. بعد on a l'anglais business. L'anglais business. Les métiers existent في البنكير, في الانجنيور. احنا on adresse ça sous format workshop. ديما on a des workshops présentiels et en ligne. D'accord. Par exemple, nati comme un exemple, on a trois événements Heilin. Heilin yes, na. مفتوحين ينجموا العباد يجيو يشوفوهم على فوا يكتشفوها باش نقولهم لك يكتشفوا Wall Street English dans toutes ses facettes. Mardi صباح في اللاك من العشرة حتى المساعتين. Vous avez notre service manager qui donne une présentation sur le leadership. Ou ensuite, juste après, il y a si Bilal Sahnoun, le directeur général de la bourse, qui nous fait un état des lieux sur les entreprises ou les insights qui ont amené la pandémie. C'est le 12 janvier. Le 21 janvier, fait Wall Street English, Manzessis. Vous avez Kif Kif, service manager, qui nous fait une présentation entreprise sur un sujet business English, et ensuite elle sera suivie par la directrice générale de Smart Tunisia, Madame Limajer. C'est très consistant le programme. Absolument. Le en 3, donc le 28 janvier, Inch'Allah, Kif Kif, service manager sur un sujet business, et elle sera suivie par Si Skander Naisha, directeur général de Assurance Ami. Trois événements, Hadouma, Yatiouk, à la fois plusieurs Hwej à l'anglais général, à l'anglais business, ou à l'écto, surtout les guests m'tana, les invités m'tana, ils nous honorent. Absolument. Le Hajj al-Bay, il est fait Wall Street English. Dès que Helbeb, 100% anglais. English speaking environment. Tu sais que tu es dépaysé, man. Tu es dépaysé, man. لا عليك تحس روحك في ان انفيرونمون صافي بارفي لي بالعكس سي حاس تو بيان سي دي ميرسيون سي دي ميرسيون هذه صافي بارتي من البيداغوجي اللي يخدموا عليها واللي بيان سور بيان سور حاجه بارفيت كيف ما تدخل قبل مثلا الاستاذ تاع الانجليزي يقول لك لا تحكيش معايا عبر بيدي بيان سور تحكيش معايا بحتى لغه اخرى ايفيدامون جوست ان ديام بوان جو فو كلوتوري بيه مين دي اللي هو معناها لو ديليم فرانكوفوني انجلوفوني انت معناها est-ce qu'on doit favoriser la francophonie plus que l'anglophonie في تونس كدوزيام لانغ معناها parlé ou l'anglophonie كيما قال مثلا نجي جلول اخر مره وزير التربيه السابق اللي قال وانه اليوم لازمنا نحي تولي اللغه الانجليزيه هي اللغه الثانيه في تونس سورتو امين اللي فما راهو دي اورغانيزم فما عدد دي فاكولتي معناها يحبوا يعملوا دي ايفينمون يحبوا يل سي ميت ان بلاس في تونس مي يقولوا ديما في مخاخهم سال معناها دي اورغانيزم نسأل عباد كي سون ريسبونسابل نقول لهم علاش فو فوز انستوري با معنا في تونس يقول لك تونس بالنسبه لنا مربوطه برشا بفرنسا كاننا معناها تابعين لا فرانكوفوني معناها هذه هي مشكله مسكر علينا برشا بيبان الو جو بونس كو السوجي هذا سي با كيلكو شوز دونتاغونيست ما فماش اون دواليتي اللي يا هذا يا هذا انا بالنسبه لي انا سي لي دو انا بالنسبه لي انا يفو اتر تريلانغ اون لا شانس لا فرانكوفوني سي اون شانس Et le francophonie ne veut pas dire France à Kahou. Yani femme حل الكوميونيتي اوروبيان انت شوف قداش من بلاد تتكلم باللغه الفرنساويه شوف الافريق وشوف الافريق قداش من بلاد وشوف لا جو فوز انفيت ا كلكو حتى في جوجل انت حكيت سي راضي المدب الى في بريزيدون ديريكتور جينيرال دو كوميت الى في بوكو دو بريزونطاسيون على علاقاتنا الكوميرسيال ما بين تونس ولي بيي فرانكوفون اون اوروب تلقى فرنسا تاخذ نصيب الاسد من الاخرين كل ما ناش نخدموا عليه دونك يا ان بوتونسييل كبير ان اوت مع فرنسا والفرانكوفونيه واللي بيي اللي يتكلموا باللغه الفرنسيه 1 2 الانجليزيه الثقافه الانجليزيه سي دي مارشي دونك
اليوم جو بونس كون اي دون اون سيتوياسيون اللي يلزمنا ننفتحوا اكثر على ثقافه الكل اي اون ترافاي افيك لي مارشي الكل ان اوت دونك اون دو ميتريزي لي تخوا لانغ و جون بي لازمنا 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 وهذا الحاجه الباهي يقولوا انه تونسي لسانه مطلوق معناتها ما عندوش مشكله ينجم يتعلم ينجم يتعلم على كل وول ستريت انجلش موجوده على الفيسبوك الصفحه تنجموا تتابعوها عندهم لاكتواليتي تنجموا تشوفوا تتعرفوا اكثر على وول ستريت انجلش تونسيا اللي تنجموا تلقاو فيها تفاصيل كل انا سعيد جدا وفرحت انه جيت بحذانا سي ذي بارك الله فيك على حضورك معنا ربي يوفقكم وتو اذا فما عندكم دوتر ايفينمون نحكي فيهم ان شاء الله ربي يفضلك شكرا جزيلا سي العزيز بارك الله فيك.